مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم لقاء جديد في من القاهرة. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. أبرز عناوين مع حضراتكم الليلة: الرئيس السيسي يستقبل نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي. الرئيس السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف. مدبولي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملفات التعليم والثقافة. كما نتعرف في وقفتنا الحوارية مع حضراتكم في الحوار الأول في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، القيم الأخلاقية وأهمية تطوير الخطاب الديني. أيضا مع حضراتكم الحوار الثاني: أهمية تطوير التعليم في إطار الاحتفال بيوم تفوق الجامعات المصرية. أهلا بحضراتكم. بداية الأخبار، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية بما يحفظ الأمن والسلام الدوليين وينهي التداعيات الاقتصادية السلبية التي أحدثت ضررا كبيرا بالدول ذات الاقتصادات الناشئة. جاء ذلك خلال استقبال سيادته السيد نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، وذلك بحضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيدة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وعدد من كبار المسؤولين الروس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تحياتي وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للسيد الرئيس، مؤكدا الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وقد نقل السيد الرئيس خالص تحياتي للرئيس بوتين مثمنا مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد باتروشيف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة ودعم كافة المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسيا بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وينهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية التي أحدثت ضررا كبيرا للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة. وقد تناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وللمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام، وكل عام والجميع بخير. أشكرك، كل سنة وسيادتك بكل خير. يعني في إطار زيارة أمين مجلس الأمن الروسي للقاهرة، يعني أهمية العلاقات الروسية المصرية، وفي أي سياق بتشوف هذه الزيارة؟ طبعا هذه الزيارة تأتي في سياق حرص الجانبين على استمرار التواصل والحوار الاستراتيجيين بين القاهرة وموسكو، حيث شهدت العلاقات انطلاقة مهمة خلال السنوات الثمانية الماضية، ظهرت جلية في تعزيز التعاون العسكري، إبرام صفقات تسلح. الآن الجيش المصري قرابة 1 إلى 52% من تسليح القوات المسلحة المصرية لا زال تسليحا روسيا. مشاريع التعاون الاقتصادي المتنوعة، المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشروع الضبعة النووي، علاوة على تعاون في مجال الطاقة. هناك أيضا تلاقي في وجهات النظر ما بين مصر وروسيا بشأن التعاطي مع ملفات وقضايا إقليمية ودولية عديدة. مصر شريك استراتيجي مهم لتركيا لروسيا عفوا،
كما أن مصر تتطلع إلى تنويع شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الكبرى حول العالم، ولا تكتفي بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإنما هناك شراكة استراتيجية مع روسيا، مع الصين، مع الهند، مع دول آسيوية صاعدة. لذلك العلاقات المصرية الروسية كانت ولا زالت ركن ركين من أركان السياسة الخارجية المصرية. دكتور، يعني في تقديرك آليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية البريكس أو مجموعة البريكس؟ العلاقات المصرية الروسية كانت وطيدة قبل انضمام مصر إلى بريكس، وكذلك مع باقي دول بريكس. أيضا هناك منظمة شنغهاي فيها روسيا، ومصر عضو فيها بصفة مراقب. لكن والآن ونحن نحتفل بذكرى انتصار أكتوبر المجيد عام 1973، كان المساهمة الروسية في هذا الانتصار دور محوري، وبالتالي يمكن القول إن العلاقات ممتدة ما بين مصر وروسيا وتضرب بجذورها في عمق التاريخ، لكنها اكتسبت زخما مهما خلال السنوات القليلة الماضية. انضمام مصر إلى بريكس سيعزز التعاون المصري الروسي، لأنه سيوجد وشائج تواصل وتعاون عديدة بين الدولتين اللتين ستظلهما مظلة جديدة، وهي مظلة بريكس. بنك التنمية الجديد أيضا سيلعب دورا محوريا في تقديم القروض لمصر بالعملات الوطنية وليس بالدولار، وسيزداد حجم التبادل التجاري ما بين مصر ودول المجموعة، ولا سيما روسيا التي تحتفظ مصر معها بعلاقات وطيدة قبل الانضمام. شكرا جدا الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن المنهج المتبع لإدارة الدولة هو الاستقامة والأمانة والثبات على الحق، محذرا من دعوات التشكيك والهجم وإشاعة الفرقة والكذب وتأثيره على الروح الوطنية. جاء ذلك خلال كلمة سيادته أثناء الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أنا بقول للأشرار اللي هم يتصورون أن ممكن ينجحوا أبدا بغير سبيل المصلحين، مفيش نجاح غير بسبيل المصلحين. الهدم والخراب والتدمير والتشكيك والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب لا يمكن، دي مش سنن ربنا، والله هذا الأمر ليس من سنن الله أبدا. كان بس مهم اقول لكم كده ليكم وانتم دعاء بتتحدثوا الى الناس في المنابر، وانا بكرر الكلام ده كتير ليكم، احنا المنهج اللي احنا ماشيين بيه صدقوني يعني منهج بيحاول ان هو يعني يبقى مستقيم وامين ومخلص لله، لله وشريف كمان في هذا المسار. كل عام في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في الاحتفال بمولده. الرئيس عرج في حديثه عن سيرة النبي الى المثابرة والعمل حتى يأتي نصر الله للمخلصين. ان سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر، منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة، ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة، وفي ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله، وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتي نصر الله القريب للمخلصين من عباده. وخلال كلمته أيضا كشف الرئيس حجم الأزمات العالمية التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي وجهود التنمية المصرية، موضحا أن المشروعات القومية التي نفذت بشكل غير مسبوق كانت دعائم الصمود للاقتصاد المصري في وجه التحديات الصعبة. يأتي احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي المبارك
بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة. فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عملية الإنتاج في كبرى دول العالم، وما عقب من ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة، مما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملا في احتواء التضخم، وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية. ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة. الرئيس طمأن المصريين على مسار الدولة المصرية مؤكدا ثقته في تجاوز الصعاب رغم صعوبة الظروف. ما عنديش شك رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بينا دي ان ربنا سبحانه وتعالى هيسدد الخطى، هيسدد الخطى. يعني لازم يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي المسار اللي احنا ماشيين بيه مهما كانت الظروف صعبة. لكن انا بقول تاني، مش هقول لكم اطمئنوا بينا ولا بالحكومة، هقول لكم اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى، اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى. وخلال الاحتفال كرم الرئيس عددا من الائمة والواعظات من مصر والدول الاسلامية. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. كان شيخ الازهر في كلمته قد فند الافكار الغربية بشأن تشويه الاسلام، مؤكدا ان البراهين في القرآن الكريم لا تدعو مجالا للشك في صدق الرسالة النبوية التي تتخطى حدود الزمان والمكان. ان الرسالة التي نحتفل اليوم بذكرى مولد صاحبها عليه افضل الصلاة واتم التسليم، وعموم هذه الرسالة امر لم يزعمه المسلمون من عند انفسهم لترويج الإسلام في العالم، كما يذهب إلى هذه الأكذوبة طائفة من الغربيين القلقين من انتشار الإسلام، وأيضا من تلامذتهم من أبناء المسلمين ممن يعيشون بأجسامهم في الشرق ويرهنون عقولهم وعقائدهم وأقلامهم لفلسفات وثقافات ومذاهب تكره الإسلام وتتربص به الدوائر. وهؤلاء وهؤلاء يقولون إن الإسلام دين محلي خاص بجزيرة العرب، وإن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم من قرروا الخروج به بعيدا عن الجزيرة العربية. والنتيجة المستهدفة من وراء هذا الجدل هي أن غير العربي لا يصح أن تتوجه إليه دعوة الإسلام. وزير الأوقاف شدد أيضا في كلمته على ترجمة الحب للرسول في الاقتداء به في العمل والصدق والأخلاق. وإننا لنؤمن أن حب رسولنا صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من إيماننا به، وهو شرط صحة لا شرط كمال، كما نؤمن بأن الحب الحقيقي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب ويقتضي حسن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وحسن التخلق بأخلاقه صدقا ورحمة وعفة ووفاء وأدبا مع الله ومع الخلق. وفي حب الصادق الأمين كانت فقرة الإنشاد الديني تلامس وجدان الحاضرين في ذكرى سيد الخلق وخاتم النبيين. صلى
سطع النبي الكريم على سماء البشرية رحمة للعالمين وخاتما للنبيين والمرسلين، فالاحتفال بذكرى مولده تأكيد وترسيخ لنهج الرحمة المهدى واتباع لمكارم الأخلاق وأدب الحوار والعمل والصبر على الشدائد. محمد شلامي، النيل. للمزيد من المتابعة بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء عبد السلام وعضة بوزارة الأوقاف ومن المكرمات في هذه الاحتفالية. دكتورة تحياتي، أهلا وسهلا ومبروك التكريم. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك ومصرنا الحبيب والأمة الإسلامية بخير وصحة وسلامة، وجزاك الله خيرا والله يبارك في حضرتك. دكتورة، بالتأكيد يعني احتفالية اليوم كانت فيها الكثير من الرسائل المهمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف، يعني أبرز النقاط الأساسية التي يمكن أن تطرح في هذه الاحتفالية الحقيقة اللي بتجسد الكثير من القيم الأخلاقية لسيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم؟ بصراحة أنا في رسالة بس هي يعني هبدأ بيها عذرا، يعني رسالة الدولة المصرية واحترامها وتقديرها وإيمانها بدور المرأة المصرية وإزاي يعني في التمثيل للمرأة في جميع المجالات، في جميع المجالات الحمد لله من فضل الله أن تكرم واعظة. إحنا الأول ما كناش بنلاقي لنا مكان على الأرض، دلوقتي واقفين على أرض صلبة بنقدر ندخل كل بيت النهاردة عن طريق المساجد أو عن طريق القوافل اللي بتطلقها وزارة الأوقاف أو من خلال البروتوكولات الموقعة ما بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة أو الهيئة الإنجليزية، وبننزل وبندخل وبنناقش ونتكلم في قضايا كتير جدا بتهم المرأة المصرية، بالإضافة إلى التكريم اللي بيقول قد إيه المرأة المصرية مكرمة في الدولة. يعني الحمد لله من فضل الله، يعني حاجة يعني بجد تدعو للفخر والعزة والكرامة، الحمد لله من فضل الله. هذا أول رسالة. الرسالة الثانية هي إزاي نتقن عملنا، إزاي التنمية والإصلاح هيجي بالإعمار في الأرض، والإعمار في الأرض متطلب حاجتين: أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وإن يكون عندنا إخلاص، ودوت من يسير الله عز وجل، وبيه هيكون الانتماء للوطن اللي فيه هنرفع بيه وطننا، ويبقى يعني الحمد لله من فضل الله احنا طالعين وطالعين بقوه، وهيزداد الامر ان شاء الله باذن الله من خلال الرساله القويه اللي اتقالت النهارده والتركيز على الشق الاخلاقي في الدعوه الاسلاميه وديننا الاسلامي وديننا الحنيف. انا بشكرك جدا دكتوره وفاء عبد السلام واعظة بوزاره الاوقاف، شكرا جزيلا. العفو يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وعلى هامش الاحتفالية أجرى زميلنا محمد جوهر مجموعة من اللقاءات مع عدد من المكرمين والمكرمات. صلى الله عليه وسلم تحرص وزارة الأوقاف على تكريم عدد ممن أثروا الحياة الدعوية في مصر. بتشرفنا الدكتورة وفاء عبد السلام وهي من الواعظات بوزارة الأوقاف ومن المكرمات أيضا. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. ألف مبروك على التكريم أولا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وكل عام وحضرتك والأمة الإسلامية كلها بخير وصحة وسلام. سبب التكريم عايزين نعرفه من حضرتك، والدور اللي بتقوم به الوعظات داخل هذه المؤسسة المهمة والتابعة لوزارة الأوقاف. في الحقيقة خليني من منبر حضرتك بتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على وضع ومكانة المرأة المصرية اللي فعلا بتعيش أبهى عصورها، وهو العصر الذهبي للمرأة من 2017 منذ أن كان عام المرأة المصرية واعتماد الواعظات، وبدأنا ننزل للساحة، ندخل المساجد، نتحدث مع النساء عن الدين الإسلامي وسماحة الدين الإسلامي، بنتحدث عن جمال ديننا وأخلاقياته وسلوكيات، بنعلم المرأة وبنتعلم معاهم كيف تكون
التربية بالقدوة الحسنة، كيف يكون المنهج النبوي السليم، كيف تكون تصحيح المفاهيم الخاطئة. اشتغلنا ونزلنا القرى ولفينا المحافظات، والحمد لله من فضل الله يعني أتت هذه القوافل ثمارها ولله الحمد. والنهاردة أهو وتكريم لامرأة واعظة، ودي يمكن ما حدثتش يعني، وحدثت للواعظات سبقتني أختي الدكتورة يمنى أبو الناصر، ولكن إن إحنا بنتكلم على إن الواعظات بقالهم أرض صلبة يقفوا عليها، وكمان بنكرم ممن يؤمن بدور المرأة. الحمد لله رب العالمين، ورب دايما كده نعمل في خدمة الإسلام والمسلمين. ألف مبروك عليك دكتورة وفاء، ونتمنى لك مزيد التوفيق إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك، ألف شكر. بتحرص الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف وبناء على تكليفات وتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في هذه المناسبة العطرة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، على الاهتمام بمسيرة أصحاب العطاء ممن قدموا الكثير من الأبحاث وكانوا من القائمين أيضا على الاهتمام بالعمل، سواء العمل الدعوي أو ما يرتبط به من أمور وأعمال وأنشطة أخرى. بيشرفنا أحد المكرمين أستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس، وهو العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق جامعة الأزهر. ألف مبروك التكريم يا فندم. شكرا، وأود أوجه الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى معالي وزير الأوقاف وإلى كل الذين يحبون مصر ويعملون من أجلها يعني صباحا ومساء وقولا وفعلا. سبب التكريم لو نتعرف عليه من حضرتك بشكل أكبر. والله من أسباب التكريم طبعا هي مسيرة طويلة، ولكن يعني أقول المؤلفات العلمية والأدبية وأيضا المؤلفات في الفكر الإسلامي، ثم أيضا المشاركة في إذاعة القرآن الكريم في برامج كثيرة، والمشاركة في الأسابيع الدعوية بوزارة أوقاف، ثم أيضا المؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حضرتها كلها، ومؤتمرات خارج مصر في ماليزيا وفي أندونيسيا وفي بروناي وفي باكستان وكثير من الدول الإسلامية ذهبت فيها، وطبعا كله بنعمل يعني خدمة يعني في سبيل الله وفي سبيل مصر ورفعة كلمة مصر. وكنت دائما ونحن يعني في جامعة أم القرى في السعودية أو غيرها كنا نحرص على أن نكون نحن المصريين خير نموذج في العلم والسلوك والقدوة وغير ذلك، فيمكن قد يكون من أجل هذه المسيرة اللي يعني أقول هي مسيرة مليئة بالكفاح والعمل والعلم، وكما قال تعالى قل رب زدني علما، يعني من أسباب التكريم. وأنا أشكر كل من سعى لهذا التكريم وفي وزارة الأوقاف والسيد رئيس الجمهورية. نشكر حضرتك ونتمنى لك مزيد من التوفيق. أنتم بخير وشكرا جزيلا، نتمنى لمصر التوفيق، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ومن المكرمين أيضا فضيلة الشيخ محمد حسن عبد العظيم حسن، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. نتعرف من حضرتك على سبب التكريم وأيضا وقع هذا التكريم وأثره في نفسك، خاصة مع ترشيح وزارة الأوقاف وتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضرتك. هو بداية يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فنبدأ حديثي بخالص الشكر والتقدير للدولة المصرية على رعايتها واهتمامها البالغ بأبنائها، وخاصة من أبناء العلم والمعرفة والثقافة، هذه الأشياء التي لا تقوم أي نهضة إلا بها. أما بالنسبة للتكريم فقد يسر الله عز وجل لي وفزت في 22 مسابقة، من هذه المسابقات فزت بالمركز الأول في 8 مسابقات، والله سبحانه وتعالى يسر لي ذلك عن طريق يعني التشجيع المستمر من وزارة الأوقاف. وخاصة يعني أحب أن أذكر كلمة لمعالي الوزير، كان يقول في الوقت الذي تقف لتستريح غيرك يسبقك ومن كان خلفك يلحقك، فاستعن دائما وأبدا بالبحث والاجتهاد المستمر. فهذه يعني كانت نقطة تشجيعية فاصلة في حياة محمد حسن كإمام وفي حياة كثير من الأئمة يعني الذين يعني إن شاء الله نرى فيهم الارتقاء والنهوض يوما بعد يوم، وخاصة أن دور الإمام لا يقف عند نفسه بل يتعدى لغيره، لأن الإمام يخاطب شريحة من الناس، يخاطب الطبيب والمثقف والمهندس والاقتصادي والحاسبات ومعلومات، فهذا كله يحتاج إلى سعة أفق من الإمام. أي إمام يمتلك هذه القدرات يستطيع أن يوصل رسالة الله كما قال الله على بصيرة.
نشكر حضرتك والف مبروك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وعرب سيادته في تدوين على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن تهنئته للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ودعا الرئيس السيسي المولى عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر. كما هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة مولد أشرف الخلق النبي الكريم، داعية المولى عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يحمي مصر ويحفظ شعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر. تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا لسيادته التوفيق والسداد على طريق التعمير والبناء والاستقرار نحو جمهورية جديدة تحقق لمصر ولشعبها مستقبل مشرق، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه. وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة الإرادة والعزيمة للحفاظ على وحدة وتماسك الصف لرفعة الوطن والاستفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة مختلف التحديات، وأن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد بالعمل والعطاء لاستكمال مسيرة البناء. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة اهتمام القيادة السياسية بملفات التعليم والثقافة من القطاعات المرتبطة برفع الوعي لدى المواطن وبناء شخصيته. كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وفد بريطاني ضم ممثلين عن 10 جامعات من كبريات الجامعات البريطانية، حيث ناقش تعميق التعاون المصري البريطاني في تطوير منظومة التعليم الجامعي المصري. اهتمام القيادة السياسية بملفات التعليم والثقافة ورفع الوعي لدى المواطن وبناء شخصيته أبرز الملفات التي ناقشها وأكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. كما استعرض مدبولي نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة سانت كاترين ومدينتي طابة ونويبع لمتابعة سير العمل لعدد من المشروعات السياحية والخدمية، وخاصة موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تحظى بها مدينة سانت كاترين. كما أسفر اجتماع مجلس الوزراء عن عدة قرارات أبرزها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية اليونسكو الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، مما يتيح للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية في الاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف في الاتفاقية. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وفد بريطاني ضم ممثلين عن 10 جامعات من كبريات الجامعات البريطانية و5 شركات متخصصة في الاستثمار في مجال التعليم العالي. أكد خلاله رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعمل على إسراء وتعميق التعاون القائم والدخول في شراكات جديدة مع كبريات المؤسسات التعليمية العالمية. كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التأمين الاجتماعي والشركة القابضة للغزل والنسيج لاستغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها. ويأتي هذا الاتفاق انطلاقا من توجه الدولة لدعم التصنيع وخاصة تطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذلك في إطار حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تعظيم الاستفادة من عوائد استثمار الأصول العقارية لخدمة أصحاب المعاشات. أحمد أبو الحسن، النيل. للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور محمد شكر ندى استاذ التنميه العمرانيه والذكاء الاصطناعي والرئيس السابق لجامعه بني سويف التكنولوجيه. دكتور تحياتي، اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين، وشكرا على الاستضافه. شكرا جدا يا دكتور. يعني بالتاكيد الحديث يدور حول ملفات تطوير التعليم، ولعلك تابعت بالامس اهتمام السيد رئيس الجمهوريه بالجامعات التكنولوجيه وايضا بالتعليم قبل الجامعي، والحديث مطول حول هذا الامر. يعني كيف ترى هذا الامر في اطار اهتمام الحكومه ايضا بتعميق التعاون المصري البريطاني مع كبرى الجامعات البريطانيه؟ هو حضرتك يمكن اهتمام الدولة لمؤشرات كتيرة تتضح، منها مثلا على سبيل المثال الاحتفال بتفوق الجامعات كان بتشريف فخامة رئيس الجمهورية أمس، فاهتمام كبير من الدولة في قطاع التعليم والبحث العلمي من خلال محاور كتيرة. يعني يمكن ملاحظ في الفترة الأخيرة في آخر 8-9 سنوات زيادة عدد الجامعات في مصر، دلوقتي زادت عن أكثر من حوالي 90 جامعة، ما يقارب من 100 جامعة. كان في السابق يعني يمكن من 1908 ولحد 2014 ما يقارب 100 عام كان في حوالي 50 جامعة في مصر. في الفترة الأخيرة فقط في 8-9 سنوات الأخيرة زاد ما يقارب من عدد مماثل للي كان موجود في الفترة السابقة، ومش بس زيادة في عدد الجامعات إنما زيادة في التنوع والمسارات المتنوعة للجامعات. يعني دلوقتي زي ما حضرتك تفضلت في جامعات تكنولوجية، في جامعات أهلية دولية، في جامعات أهلية منبثقة من جامعات حكومية، في جامعات فروع لجامعات أجنبية، في جامعات من خلال أطر دولية بالإضافة للجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. فيعني بقى في تنوع، توسع في تنوع الجامعات وتوسع في التخصصات. يعني أيضا في الفترة الأخيرة يمكن أن يلاحظ أن سواء الجامعات القائمة أو الجامعات الجديدة أن بتهتم بدخول تخصصات جديدة زي التخصصات الخاصة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والامن السبراني وخلافه، يعني حتى يواكب التطور الموجود في العالم. صحيح. وزيادة التنافسية الموجودة، لان الخريج الحالي اللي ممكن يكون منتج الجامعات المصرية منافسته ليست فقط محليا، او منافسته ممكن بتبقى دولية واقليمية. ويمكن ده احد اسباب التوسع فيه الشراكات والتعاون الدولي مع الجامعات الأجنبية والجهات المختلفة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية. لأن من خلال التعاون الدولي ده بيفتح آفاق أخرى، بيساهم في تطوير التخصصات، بيساهم في فتح نوافذ جديدة للخريج المصري أمام الدخول سوق العمل سواء المحلية أو العالمية. فمهم جدا التوسع في التعاون الدولي وصقل الخبرات، ليست خبرات الطلاب فقط وانما ايضا من خلال تبادل اعضاء التدريس والعاملين في المجال، فبيصقل هذه الخبرات. شكرك جدا يا دكتور. شكرا دكتور محمد شكر ندى، استاذ التنميه العمرانيه والذكاء الاصطناعي ورئيس السابق لجامعه بني سويف التكنولوجيه، شكرا جزيلا. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد شركة بوش مصر التابعة لشركة بوش الألمانية برئاسة لويس ألفاريز الرئيس التنفيذي للشركة. ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الشركة في مصر، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة بوش مصر أن مصنع الأجهزة المنزلية الذي تقيم الشركة في مدينة العاشر من رمضان سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا، موضحا أن الشركة تعتزم أن تكون مصر مركزا لنفاذ وتوزيع إنتاجها إلى الأسواق الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مصنع الأجهزة المنزلية ستخصص لإنتاج البوتاجازات باستثمارات تقدر بنحو 80 مليون يورو وبطاقة إنتاجية 4000 وحدة سنويا.
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر من عام 2023، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة. نظمت وزارة الداخلية احتفالية داخل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بمناسبة المولد النبوي الشريف. تضمنت ندوة دينية بحضور علماء الأزهر وفقرات للإنشاد الدينية، وذلك إعلاء لقيم وحقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. الندوات الدينية والثقافية إحدى الأدوات الإصلاحية في المنظومة العقابية التي تطبقها وزارة الداخلية. من هذا المنطلق نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوة دينية للنزلاء احتفالا بالمولد النبوي الشريف بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان بحضور عدد من شيوخ الأزهر في إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. هذا الاحتفال إذا يعني دل على شيء فإنما يدل على حب الوطن والحرص على العمل والإخلاص بأي شكل من الأشكال في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والصلاح والإصلاح لهذا الوطن العظيم. الندوات بنعرفهم فيها قد إيه الأمل موجود وقد إيه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صانع أمل، وطالما تجدد الأمل هيا إلى العمل، ونبين لهم أن حال الإنسان دائما ما بين عسر ويسر، وبالتالي ما بين صبر وشكر، وبالتالي هو مجازى ومأجور. فكرة هذه الندوات ترتكز على إحياء الأمل في نفوس النزلاء وتقويم سلوكياتهم وتعريفهم بأمور دينهم، حيث باب الاستفسار والنقاش مفتوح أمام النزلاء خلال هذه الندوات، وهو ما يتفق مع المعايير الإنسانية في المنظومة العقابية والإصلاحية. بنحس أنه هذا التفاعل الحقيقي إنساني، تفاعل إنساني، وجود تنظيم الحفلات ومن خلالها الندوات الدينية في شتى المناسبات الدينية، ده شيء يعني بيعلم من الروح المعنوية مش عند النزلاء بس وعندنا إحنا كمان، لأن إحنا بنشارك الضعيف في وقت ضعفه، إن إحنا بنرفع من حالته النفسية والإنسانية. بطلع من ندوة هنا عندي أمل كبير جدا إن أنا أكمل، بتساعدني وبتثقفني في حاجات كتير قوي، بسأل على حاجات كتير أنا مش كنت بقى فاهمة فيها حاجة تعلمتها هنا. الندوات الدينية اللي حضرتها في مركز التأهيل كان لها تأثير إيجابي جديد جدا على طاقتي النفسية والإيمانية، من ناحية إنها بتجدد الطاقة النفسية عندي وبتديني قوة وصبر على تحمل ما هو قادم. أنا سعيدة جدا النهاردة إن أنا حضرت ندوة دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة والأمة الإسلامية بخير، وكل سنة وكل زمايلي نزلاء هنا بخير. الاحتفال بمولد خير الأنام في مراكز الإصلاح والتأهيل لم يقتصر على تنظيم الندوات الدينية، إنما شهد فقرات للإنشاد الديني استعرض خلالها النزلاء مواهبهم في الإنشاد والغناء والعزف على الأدوات الموسيقية المتنوعة، وهي مواهب تم إسقالها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال برامج تأهيلية متطورة يشرف عليها خبراء ومختصون. مواهب عظيمة، أصوات جميلة، وأداء طيب، معناه أن وراء ذلك عمل جبار ونظرة جديدة، حتى الروح اللي الناس بتأدي بها النهاردة روح حرة طليقة، أمل جديد، محبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات كل القائمين عليها. تخيلنا أن هذا عالم جديد، إنسان جديد تغير من حال إلى حال بعد أن كان قد جاء لتقضية عقوبة، فإذا به يتحول إلى إنسان جاء ليصنع أمل جديد. ندوات دينية ذات مردود إيجابي فعال على النزلاء
ترشدهم إلى الطريق القويم وتفتح لهم باب أمل إلى حياة أفضل عقب الإفراج عنهم. وهذا هو جوهر السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، بناء إنسان جديد. أسأل الله أن يبارك في بلدنا مصر، أن ينعم عليها بالأمن والأمان، وأن يحفظ شعبها، وأن يأخذ بيد مصر إلى بر الأمان. اللهم آمين آمين آمين. تعظيم السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية أهم مردود إيجابي للندوات الدينية والثقافية التي يقومها قطاع الحماية المجتمعية بصفة دورية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح وتأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعهم عقب الإفراج عنهم. من مركز الإصلاح والتأهيل، العاشر من رمضان، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعربت مصر عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة العراق الشقيقة حكومة وشعبا إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين. وتقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في بيان بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. هذا وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق قاعة مناسبات في الحمدانية، وتشير حصيلة أولية إلى سقوط 100 حالة ووفاة سقوط 100 وأكثر من 150 مصابا في الحادث. زغاريد تحولت إلى صرخات، ضحكات تحولت إلى دموع، حفل زفاف تحول إلى عزاء بعدما اندلع حريق هائل بقاعة للمناسبات في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق. الكارثة التي حلت بمحافظة نينوى تسببت في مقتل وإصابة المئات، وقد تنوعت الإصابات ما بين حروق واختناقات. مشاهد بائسة حصرت مستشفى الحمدانية العام بين سيارات إسعاف تهرع ذهابا وإيابا لنقل المصابين، وتجمع لعشرات الأشخاص أمام المستشفى منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكان جاءوا للتبرع بالدم. وكان المشهد الأصعب للشاحنة التي تكدست فيها أكياس سوداء ووضعت فيها جثث القتلى. استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة، وأدى الحريق لانهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال منخفضة التكلفة. إثر المأساة، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان له إنه طلب استنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين من جراء هذا الحادث المؤسف. العراق يعاني من عدم الالتزام بتعاليم السلامة والأمان، لا سيما في قطاعي البناء والنقل، كما أن البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة. تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات لتشييد الانتخابات الرئاسية القادمة وتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات والإشراف على الاقتراع. وفي هذا الإطار وقع المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والسيدة مرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بروتوكول تعاون مشترك لتوفير الإقامات اللازمة لتسكين السادة القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة. مشاهدينا الكرام، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. الآن أنتقل مع حضراتكم إلى زميلتي دينا إبراهيم لموجز الأنباء. تفضلي دينا.